الخير، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيانه؟ لي ما شاء الله مع فيديو جديده. كي دايرين؟ اش كتعاودوا؟ ماكس كي دايرين؟ اش كتعاودوا؟ كلشي مزيان؟ المهم كنتمنى تكونوا كتسمعوني. لي ما شاء الله يوم الاثنين، غدا ان شاء الله ذكرى مولد النبوي الشريف. نقول لكم عيد مبارك سعيد، اللي يدخل عليكم بالصحه والسلامه، وباش ما تمنيتوش كنقول لكم من هنا، وباش ما تمنيتوا ان شاء الله. المهم حنا عندنا العشيه هذه، داكشي علاش قلت لكم صباح النور، مساء النور يعني، ماشي الصباح. هذا اليوم ما صورتش لكم بصراحه، الصباح اشنو درت فيه. المهم داكشي اللي كندير دائما، راه صورت لكم تقريبا داكشي كندير. كنفيق، كنصايب الفطور، كنرد الغدا، كندير الخبز، كندير هذا هذا، هكا كيدوز نهاري صافي. المهم دابا راه العشيه هذه، يلاه انا يلاه صليت المغرب. وعلى ذكر يلاه صليت المغرب، بغيت غير نقول لكم بلي صراحه كنتمنى انا بزاف منكم، وكاع تقريبا اللي كيشوف لي فيديو ديالي يكون كيصلي، حيت الصلاه صراحه شي حاجه زوينه بزاف. وفاش كتصلي كتحسي بواحد الراحه وحق الله القسم. صراحه حتى انا ما كنتش كنصلي، ماشي ما كنتش كنصلي اون فيت، ولكن كنت كنصلي وكنقطع، يعني الله يسمح لينا وصافي. المهم ولكن دابا الحمد لله انا فرحانه، حيت الحمد لله شديت الصلاه ديالي شحال هذه تقريبا، المهم هذه مده تقريبا الحمد لله، وانا شاده في الصلاه ديالي. واقسم بالله العلي العظيم المثيله، فاش كتصلي وماكس مرزوط لي مخي، قلت لكم اقسم بالله العلي العظيم الا فريمون البنات، فاش كتصلي كتحسي بواحد الراحه بحال واحد الواجب. هو اصلا راه واجب، ماشي بحال واحد الواجب، هو واجب كتاديه. فاش كتسالي كتحسي بواحد الراحه. ما نعاودش لكم، درني دراعي حتى شد التليفون، المهم نطفي وانا الضو. انا كاينه غير بوحدي صراحه، الحمد لله مشيت تسخر، مشى صراحه صيفطو يتسخر لي الحانوت، يجيب لي شي حاجه هكا، حيتاش بغيت نصايب واحد الحلوه ديال، المهم داك الحلوه ديال دوز اتاي، بغيت نصايب غير واحد الشكل. البارح كنت كندور في فيسبوك ويتبان لي واحد السيده دارته، زعما قالت لهم بمناسبه، ذكرى المولد النبوي الشريف، زعما اللي بغات تصايب هذا زعما الحلوه ديال هكا ديال الدار. وشفت واحد الحلوه، حيتاش كيف ما عارفين حنا دابا، انا دابا كاينه في العروبيه، يعني الحوانت ما كاينينش حدانا. وماكس هذه ذات مره غنغوت عليها قدامكم، حيتاش دابا هو غير كيسمع شي حد كيدوز، غير حيت حنا دابا جينا على الشانطي، كيسمع شي حد كيدوز كيبدا ينبح. سيدي مسكين ولا شي امراه دايزين، هما كيبدا ينبح النهار كامل هو هكا. قلت لكم شفت واحد البارح كنت كندور في فيسبوك، وشفت واحد السيده دارت واحد الكاطو، وصراحه جاني حتى داكشي المقادير اللي دارت، يعني جاني داكشي كامل ساهل، يعني داكشي متوفر عندي. اشنو اللي ما كاينش؟ ما عنديش الكوك والحوانت هنايا، راه قلت لكم انا كندب في العربيه. نخرج نشوف هادو مالهم، برستوني مالنا لك لاباس ماكس، سكوت تسد عليا الباب، تصدق وحده هنا مال احمد جا بلاتي، داكشي علاش كاين بحوم ساكن، حيتاش احمد جا بقى على برا. المهم نحليه وانا معاكم، وقال لي ما سمعتو، يقول لي الصباح وانا كنعيط. واش يلا يلا دقيتي، يلا دقيت حليلي الباب، ما تمشيش تجيب لك السوارت. المهم راه ماكس كان كينبح، حيتاش سمع احمد، كان كيعيط لي وانا ما سمعتوش، مع انا كاين الداخل وسد عليا الباب. ظلمتك احنيني، ظلمتك. المهم ديري السوارت باش يحل، كنحط البيكالا، حيتاش صراحه حنا عندنا الحانوت هنا غير كنمشي لها بالبيكالا صراحه، والاخر راه بعيد شويه. المهم حنا كنمشيو هذا اللي قريب لينا. هاك جبتي الكوك؟ سير لي هنا بيد، سير لي هنا تبان. المهم جاب لي داكشي اللي خصني. شو مايا مسكينة، مايا مالكي حزينة، مالكي ناري؟ شافت الميكرو يجي، نمشيو نطلعو على ماكس مسكين، ظلمتو هو كان كي زعما كان كاين بحال كيقول لي سيري حلي الحمد. علاش كنت كتنبح؟ علاش؟ يلا قولي علاش كنت كتنبح؟ ايه خويتي الماء، ولا ولي تلوت ليه السنسلة، خاف نقد اي هرست شي حاجة، ايه قفرتها. داكشي معكم على المباشر، ايه رسمي الطاقة، وقيلا هرست شي حاجة. احمد فاش سالي اجي دير ليه
دير ليه السطل راه تلوات عليه السنسله، تلوات ليه السنسله على السطل، هاي دخولي تما الماء. المهم غادي ندخل ونشارك معكم الحلوه اللي غادي نصايب، راه حلوه عادي مسمو حلوين صحابكم، حلوه حلوه راه اختكم كاع عندها مع الحلاوه حق الله هاكو ورا تاع اللور. المهم ما بياش نقول ما بياش. المهم غادي ندخل غادي نصايب معكم داكشي اللي داك الحلوه اللي قلت لكم، وهانتوما معايا بلاصي تعالوا لو تاني نضرب تبيع عاوتاني تيجي بيان. المهم غادي نبلاصي التليفون وغادي نصايب معكم هاد الحلوى نشوفوا كيفاش غتصدق صدقات، هو هذاك ما صدقاتش. انا صراحه راه غادي نشارك معكم وغنشارك معكم يعني صدقات ولا ما صدقاتش، راكم عارفيني كنشارك معكم اي حاجه، واخا نكون اول مره غادي نصايبها يعني واخا تكون ما تصدقش غادي نشاركها معكم. نجيب الاقوام ديالي داكشي ديالي، واخا صراحه ما فيهاش بزاف ديال الحوايج، فيها داكشي يعني بسيط داكشي زعما ساهل، وزعما داكشي اللي عندي انا هنايا صافي. نخليكم معايا لا فيديو ما عرفتو قبل ما يلا قلت لك نشوف داكشي اللي جاب اللي جاب لي حمد، وانا نضحك شي واحد حاجه يضحك نقول دابا انا فاش قلت ليه جيب لي جيب لي هادو، وصراحه سقتو هو غادي نقول له عندك مثال سي بون عندك مثال سي بون، هو يقول لي ما كبروش في عقلك باقي تقد كيشرب سي بون. اوكي هي مع راسي بصح عندك الحق، وشوفوا انا فاش كنت كنقلب شوفوا شوفوا واش اللي جاب ليه من العقل اللي قال لي ما في بروش في عقلك. شوف شنو جاب لي ريغليز عرفتوها، شوفوا يلا اش نقول عليه دابا، هو انا اللي بروش في عقلي انا بدا راسي بون ما انت اللي جايب هذا الشيء الله ما حيدا من غادي نخليه واخا هو بصراحه هذا ما كاين دابا انا مشى كيصفي تقول لي كتشوهي نقول لك انت كنقول لك جيب لي صابون كتقول لي ما كبروش في عقلك، ايوا راه انت اللي بروش دي جالس كتجيب في ريغليز وخسر حتى انا غنضرب كيعجبني. يلا قولوا لي بركه من بلا 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 بلا، انا راه فاش كنحط التليفون قدام كنبدا نصور راه جاب فمي نقول راه ما نتقاداش والله ما نتقادا. بلا قولوها صغارتي يلا خليكم على فيديو. المهم البنات هنايا كنديروا قبيصه ديال الملحه هي باش كنبداو، وعد باش كنهرسوا جوج بيضات، المهم البيض يكون على حراره المطبخ. وهنايا غدا نضيف كاس ديال سنيده، غدا نخلص كل شيء صراحه انا ما عنديش الفوي داكشي علاش اكتفيت فقط بالفرشيط، المهم دي بانيت راسي وصافي. غادي المهم انا بديت كنخلط في داكشي صراحه غير بالفرشيط كيف قلت لكم راه ما لقيتش الفوي عندي تما في الدار، وصافي بقيت كنخلط في داكشي كنخلط شويه. غدا نزيد هذا غدا نزيد الزيت كاس ديال الزيت، زيت نباتيه المهم زيت عاديه، بقيت خلطي بداكشي الا ما بغيتيش كاع تخلطي انت بالفوي خلطي غير بيديك انا المهم، ولكن حتى انا من بعد غادي نبدا نخلط بيدي حيت غتكثر عليا العجينه غادي تجي تلصق ليا في سميتو، غادي نحيد الفرشيط غنبدا ندير غاب ايدي. المهم تما كيف قلت لكم درت كاس ديال الزيت، وهنايا غادي نضيف كاس ديال العنبه كيف دائما كاس ديال العنبه ديال الفورس هكا الدقيق، وكتخلطي تما نيت هكا كنت بالفرشيط. المهم بديت كنخلط في الاول كنزيد كاس ديال الدقيق غير كاس واحد، ما غاديش نزيد كلشي من المره الاولى غير المره، ما غاديش نزيد كلشي خطره واحده غير المره الاولى. وغادا نزيد واحد الكيس ديال الفاني، المهم كيس كامل غادا نزيدو، بغيتي ديري جوج ديري، بغيتي تحكي شويه ديال الحامض حكي، انا راه تسمع حكيتوش الصراحه غير هكا باش يعطيك النكهه. المهم بديت كنخلط في داك الشيء، عاد باش غادا نزيد ديك الخميره الحمراء البيكنج باودر ديال 8 غرام، المهم حتى هي غادا نضيفها وغادا نخلط هذا الشيء كامل. راه ضفت واحد الكاس ديال الدقيق رقم شفتوني. المهم غنبدا نخلط صافي، هنا غادي نحيد الفرشيط فاش غنبدا نزيد في الدقيق ديالي. المهم غتبداي تزيدي على حساب الخليط، راه كاين الدقيق اللي كيشرب كاين الدقيق اللي لا. المهم غنبقى نخلط باش ما تجينيش عاوتاني قاصحه بزاف وما تجينيش عاوتاني رهيفه عاوتاني بزاف. المهم تجمع راكم عارفين نتوما العجينه ديال الحلوه كيفاش كتكون، خاصها تكون رطبه شويه. المهم بقى نزيد دقيقه بقى نزيد دقيق شويه بشويه حتى تجمع ليا مزيان، عرفتوا صراحه عذباتني هنايا ما بغاتش تجمع ليا، وبقيت عليها بقيت عليها بقيت عليها صراحه حتى جمعتها بقات كتلصق ليا في اليدين. وصراحه انا كان عليا نزيد
دقيق مره واحده، ولكن بقيت كنزيد شويه بشويه. داكشي علاش حيت خفت سميتو خفت زعما تجيني قاصحه، داكشي علاش. المهم بقيت كنزيد شويه بشويه، انتما غتشوفوا صافي بقيت كنزيد هكا حتى تجمع ليا. المهم كيف قلت لكم خصها تجي شويه رهيفه، ما تجيش عاوتاني قاصحه صافي تجمعيها صافي. صراحه مقاديرها ساهلين والله، الا وجدت فن جات واعره البنات والله القسم غير جربوها. واقتصاديه والله والله الا اقتصاديه، المقادير راكم شفتوا ساهلين، ما يمكنش شي وحده ما يكونوش عندها في الدار. انا صراحه الكوك اللي ما لقيتش عندي راه صيفط تحمل مشى جابوا ليا. اما صراحه داكشي كامل كاين، كيكون عندك ديجا حتى ما كاينش البيض تلقاي اموان جوج بيضات ولا. صراحه مقادير ساهلين، داكشي علاش انا درتها حيت جاتني اقتصاديه وزعما داكشي اللي عندي انا في الدار. وراه البنات هذا فاش يلا كطيبي راه كتكون شويه قويصحه واحد شويه. بيتيها كيف درت انا، راه بيتها في واحد السوبر، المهم غتشوفوا في لا فيديو بيتها في السوبر الغد ليه. عرفتوا راه دابا انا كنمونط لكم الغد ليه، عرفتي راه جات شيشه وفنه والله حتى واعره. المهم هنايا بقى نجمع بالدقيقه، بقى ندير شويه ديال الدقيق في يدي حيت بقات كتلصق ليا في يدي، بقى ندير الدقيق باش هكا تجمع ليا. صافي جمعتها مزيان وغادا نجبد الطاوة ديالي. صراحة نسيت ما دهنتهاش، يلا غنبان لكم غندهنها دابا بالزيت. وكانت سخونة الطاوة، المهم داك الطبسيل الكحل راه فيه الكوك شوية ديال الكوك، وديك الزلافة راه فيها شوية ديال الكوفيتير، واحد الطبسيل صغير تما راه ما باينش فيه شوية سنيدة. المهم على حساب بغيتي ديري سنيدة ما بغيتيش ديريها، انتما غتشوفوا كيفاش غادا نشكل انايا. وعاوتاني الشكل كل واحد وكيفاش كيشكل، عندك داك عندك زعما باش تشكلي شكلي. انا شكلت صراحه غير بالمعلقه، حتى ديك السيده اللي قلت لكم شفتها في فيسبوك شكلت صراحه غير بالمعلقه. المهم هنايا تشوفوني كندهن الطاوه ديالي، عرفت راه سخونه وقلت كندهن فيها حيت درتها في الفران، غسلتها ودرتها في الفران باش تنشف ليا. المهم صافي دهنتها بشويه ديال الزيت غير باش ما تلصقش ليا الحلوه وصافي. وصافي هنايا بديت كنشكلها، انتما غنديرها ككويرات وغادي نديرها في المرمده شويه في الكوك غير من واحد الجنب، وندير شويه ديال السنيده ونبدا نقطع نبدا نصايب بالفرشيط. انتما تشوفوني صراحه ساهله، وكيف قلت لكم الشكل على حساب الاختيار ديالك. وحتى ديك السنيده البنات بغيتي تمرمديها غير في الكوك مرمديها غير في الكوك على حساب الا بغيتي الحلاوه. انا راه شي وحدين درتهم في الكوك وسنيده، شي وحدين درتهم غير في الكوك، يعني ما درتش الكوك وسنيده درت غير الكوك صافي وصافي. هادشي اللي كاين، المهم كيف قلت لكم الشكل كيبقى اختياري. هذاك الكونفيتير غادي صراحه نحتاجوكم ماشي دابا، المهم انا جربت غير وحده درت شويه باش نخشاه في الفران، ولكن صراحه ما غاديش نحتاجو دابا حتى الاخر عاد باش غادي المهم طيطيبو لي عاد غندير شي وحدين ندير شي وحدين الكونفيتير. المهم هادشي اللي كاين، ونخليكم على فيديو ديالي. كنتمنى ينال اعجابكم كيف دائما البنات، ما تنساوش ديال لايك ديالكم ولي كومونتير الزوينه ديالكم. وكنت معكم نسرين، نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. وكنعاود نقول لكم عيد مبارك سعيد، يدخل عليكم بالصحه والسلامه وباش ما تمنيتو الله يسهل علينا كاملين على كل واحد، وكل واحد اي حاجه كيتمناها الله يسهل عليه. وبسلام عليكم.